محتاجين في بلادنا الإصلاحات السياسية والدستورية. هذه الإصلاحات السياسية والدستورية كتعطي للمنتخبين يعني اللي كيجيو عن طريق صناديق الاقتراع السلطة لتطبيق برنامجهم، ياك، ومن بعد من يحاسبهم الناخبون. فإذا أحسنوا في تطبيق البرنامج ديالهم وكان البرنامج ديالهم جيد، طبعا نعيد الثقة فيهم. إلا ما كان شيء كي نصوتوا على طرف آخر، دونك هنا كيولي البرنامج عنده معنى، لأن هذه القضية أولا ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط المسؤولية بالمحاسبة، إذا تتكون المحاسبة وكتكون. أما عندما يكون التقرير في البرامج التي تحكم الدولة خارج المنتخبين، فالمنتخبين في هذه الحالة لا، وقد عرضت عليكم 4 ديال الأشياء: الأوراش الكبرى، المخططات القطاعية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والالتزامات المغرب مع البلدان الأخرى. إذا شنو غادي يبقى لهذو اللي غادي يطلعوا يحكموا؟ ما تيقولوش لكم هذه الحقائق، ما تيقولوش بأنهم راه غادي يخدموا في إطار واحد الإكراهات اللي فارضة عليهم ديجا أشنو خصو يدار. بالنسبة لنا ماشي هكا، علاش؟ لأنه إلا وقعت أخطاء غنسألوا شكون؟ غنحاسبوا شكون؟ ألور كو خاص الإنسان ملي كيطلع كيدير البرنامج كيتحمل المسؤولية ذلك البرنامج وكيطبقوا بحذافيره وكي. وفي هذا الإطار أنا ما نحتاجش نعاود نرجع فيما يتعلق العطاء بالدولة، أولا المحاضرة ديال عبد الرحمن اليوسفي بروكسل، وثانيا للتقارير والمذكرات التي كتبناها يعني كيسار لم يسبق له المشاركة في الحكومة، كتبناها بمناسبة النقاش حول الدستور ومسلسل المراجعة الدستورية اللي كان تم في 2011، ففيها مقترحات ملموسة بالنسبة لشكل التنظيم المؤسسي الخليق بمغرب القرن 21. هو الذي يضمن طابع الإلزامي للبرنامج. بالنسبة للفيدرالية، البرنامج الانتخابي هو برنامج طموح ومتكامل يتضمن عدة محاور: محور الإصلاحات السياسية والدستورية، محور الإصلاحات الاقتصادية، ومحور الإصلاحات الاجتماعية، ومحور إصلاح الإدارة العمومية، وأيضا محور إصلاح العدالة، ومحور الثقافي، والمحور البيئي، وأيضا المحور الرقمي. كل هذه الإصلاحات من طبيعة الحال تتوقف على تحقيق الشرط الأولي، هو حضور يعني توفر الإطار السياسي والمؤسسات الملائم، وهذا ما تنفرد به الفيدرالية بالنسبة لباقي البرامج الأحزاب السياسية، وهو ما يميزها. ونحن نركز كذلك على توفير دخل أدنى لجميع المواطنين المغاربة بدون استثناء، خاصة الذين لا يتوفرون على عمل، أو ولو لديهم عمل لا يضمن لهم دخل بكرامة.